صباح الخير، صباح التفاؤل والأمل. صباح الخير على أحلى مشاهدين برنامج نص الدنيا. النهاردة معاكم نانسي الشيمي على مدار ساعة. ووصلنا من يومين خبر أحزننا كلنا، وهو وفاة الشيخ إبراهيم حمدي إمام الرؤى والأحلام. الشيخ إبراهيم حمدي كان آخر ضيف معانا في الحلقة الماضية من برنامج نص الدنيا. خلونا نشوف التقرير ده ونرجع لكم تاني. الحلم والرؤى ده شيء بيحير كل الناس كتير قوي، مننا بيحلم ويصحى ويقول خير اللهم اجعله خير، يا ترى تفسير الحلم ده ايه؟ والنهارده معانا فضيله الشيخ ابراهيم حمدي امام الرؤى والاحلام. صباح الخير يا دكتور. صباح الانوار يا استاذ. ازي حضرتك؟ الحمد لله على كل حال، وبرنامجي بتاعك جميل. ربنا يخلي حضرتك. الاسم بتاعه صراحه من الاسماء الجميله. أنا كنت أعمل برنامج من حوالي 11 سنة، كان اسمه برضه نصف الدنيا. والله؟ نعم. أهلاً بحضرتك. حضرتك العالم كله مشغول بالأحلام، لأن لا يوجد إنسان على الكون سواء هو غفير أو رئيس إلا ما يحلمش. ولذلك متى أعرف إن ده رؤيا؟ الأبيض، اللون الأبيض في علم الرؤى والأحلام يدل أن صاحب المنام عنده النقاء والصفاء، قلبه صفي ناقي لا يقع العسر ولا يحسر، ومن بعد الضيق سيكون لك الفرج. الله سيغير وسيرتب لك الامور الاحسن والافضل والاجمل في الايام القادمه، كما حدث مع سيدنا يونس عليه السلام. وكان نفسنا يبقى الوقت اطول بكثير، بس ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني، ربنا يرحمه يا رب ان شاء الله. والنهاردة عايزين نتكلم في موضوع مهم جدا لكل الناس. ايه هو لما بيبقى عند اي حد مشكلة، او حد عنده متخانق في الشغل، متخانق مع حد من قرايبه، عايز يفضفض، عايز يتكلم؟ الفضفضة بقت شيء صعب جدا. ليه؟ لان انا مش قادر اعرف اللي قدامي ده انا اقدر اثق فيه ولا لا، هيقول لي الراي السليم ولا لا. ومن هنا جه دور اللايف كوتشنج. ومعانا النهارده استاذ عصام الفاتح اللايف كوتش. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. عايزين نتكلم مع حضرتك عن اللايف كوتشنج، او هو اللايف كوتشنج هو الفضفضه صح؟ لا، ما نقدرش نعرفه بالظبط ان هو الفضفضه. الفضفضه جزء من الاحتياجات الانسانيه بصفه عامه. فهو لما انت بتاخد جزء من احتياجاتك بترتاح، لكن مش بس الفضفضه. يعني لو هنقول ايه هو الكوتشنج، كنت لسه هسال حضرتك بقى ايه هو الكوتشنج. نقدر نقول ان الكوتشنج هو تدريب للعقل. تدريب للعقل، زي ما انا بدرب الجسم فيزيكال ترينر بالكوتش بتاع الرياضه، اقدر ادرب العقل باللايف كوتشنج. اوكي. ان هو يفكر بشكل احسن، يفهم الامور بشكل افضل، يفهم نفسه بشكل اكبر. ودي اهم نقطه في الكوتشنج، ان انت تقدر تفهم نفسك افضل. تمام. طب ايه اللي خلى حضرتك، يعني حضرتك اصلا دارس ايه علشان، او يعني اصلا لايف كوتش؟ يعني ايه لايف كوتش؟ جيت منين؟ ليه بقيت لايف كوتش؟ هو ليه بقيت لايف كوتش؟ عشان ده يعني الشغف بتاعي، يعني دي الحاجه اللي انا بحب اعملها. حضرتك دارس ايه اصلا؟ انا اصلا هندسه، يعني مش ده التخصص بتاعي. وبعد كده تخصصت في لايف كوتش. وبعد كده درست اللايف كوتشنج على مدار مثلا 3-4 سنين دراسه قبل ما اشتغل ان انا اقول ان انا لايف كوتش يعني. أوكي. لكن انا جنب شغلي، يعني انا بشتغل از كوتش جنب شغلي التاني، جنب الشغل بتاع حضرتك. تمام. فهو شغف يعني من زمان قوي عندي، هو شيء حلو وحاجه مفيده جدا. وهو كمان مفيد اكتر للكوتش، مش بس للكوتشي اللي هو الشخص اللي بيحصل على الخدمه او الكلاينت، كمان الكوتش بيستفيد اكتر. ازاي؟ دراسه الكوتشنج نفسها، يعني الدراسه في حد ذاتها بتخليكي شخص افضل. أوكي. انت بتقدري تكوني اكثر تصالحا مع نفسك، اكثر تقبلا للاخر والاراء المختلفه، اكثر حياديه بشكل عام، واكثر انسانيه نقدر نقول. بتشوف تجارب ناس كتيره، فبتقدر حضرتك يعني تقدر ان انت تبقى عندك وسع مداركك اكتر وتشوف. طبعا دوت استفاده بتاخدها بعد ما بتشتغل كوتش. انا يعني بقول لحضرتك كمان من اثناء الدراسه بتاعت الكوتشنج
بتبتدي تحس بتحسن. طب ايه الحاجات اللي لما تحصل لحد يقول انا محتاجة اروح لللايف كوتش؟ اللايف كوتش بقى شوية مختلف في الحتة دي عن حاجات تانية. اللايف كوتش مش بالضرورة يكون عندك مشكلة علشان تروح لايف كوتش، يعني الناس اللي هي ما عندهاش مشكلة بس محتاجة حد يفكر معاها في حاجة، تو مايندز مع بعض احسن من عقل واحد، او ناس محتاجة ترتيب اهداف. لكن بالنسبة للمشاكل كتير بقى، كل المشاكل الاجتماعية تقريبا تقدر تروح لايف كوتش، اللي هو مش النفسية، علاقات الكابلز والأزواج، وعلاقات الآباء والأمهات والأبناء، علاقات الموظفين والمديرين، كل ما هو تحت مشاكل اجتماعية. طب وإيه الفرق ما بين اللايف كوتش والدكتور النفساني؟ يعني في أنا في ليه أروح فرق اللايف كبير. كوتش ما أروحش لدكتور نفساني، أو العكس؟ يعني إمتى تمام هنا وإمتى هنا؟ بالظبط. لا في فرق كبير. هو الدكتور زي ما قلت لحضرتك، اللايف كوتش ممكن أي حد يروح له، الدكتور النفساني بيروح له البيشنت اللي هم اللي عندهم mental disoriented، عندهم مشكلة نفسية أو عقلية، فده بيحتاج علاج. اللايف كوتش لا، مش بالضرورة يكون عندك مشكلة نفسية أو عقلية، يعني حتى لو أنت شخص سوي نفسيا أنت بتحتاج لايف كوتش. اللايف كوتش مش بيعالج، يعني دكتور بيعالج مشاكل نفسية بأدوية أو من غير أدوية. اللايف كوتش ملوش علاقة بالطب، يعني ما بيكتبش أدوية، ملوش ما علاقة بيكتبش بالكيمياء أدوية ولا أي حاجة. خالص، لكن بيقدر يخليك تفكر بشكل افضل وتوصل انت لحلول، هو مش بيحللك المشاكل. المريض النفسي او الدكتور النفسي بيشتغل اكتر على الباست، على الماضي، بيركز ايه اللي حصل ويتعالج ازاي. الكوتشنج بيركز اكتر على الفيوتشر، ايه تمام. اللي هنعمله من النهارده وطالع عشان تبقى حياتنا افضل. امتى اقول انا الاحسن لي ان انا اروح جروب ثيرابي، وامتى الاحسن لي ان انا 1 تو 1؟ الجروب ثيرابي احسن في الكيس ان انا عندي جروب عنده نفس المشكلة ونفس الكونسيرت، احنا كلنا عندنا مشكلة يعني مشتركة، فالجروبينج بيساعد جدا لما كل الناس شبه بعضها في المشكلة. ال 101 سيشن هو الاصل بقى في الكوتشنج، اللي هو انت عندك حاجة شغلة بالك عايز تتكلم عليها. ايه اكتر مشكلة قابلت حضرتك وكانت غريبة او وقفت عندها، يعني شد، يعني المشكلة دي كانت شدتك شوية يعني؟ والله كل يوم بقابل حاجة جديدة. اكيد. لكن بصفة عامة الناس اللي هي انتحرت أكتر من مرة، يعني حاولت الانتحار حاولت قصدي الانتحار اكتر من أكتر من مرة. مرة، وفي الآخر قرر إن هو يتكلم مع كوتش، دي حاجات اللي أنا بقف عندها كتير، لأن بحس قد إيه إن ممكن الكوتش ده يأثر بشكل كبير في حياة ناس، فالمهم جدا يكون يعني واخد باله هو بيعمل إيه وبيقول إيه. أكيد. يعني ده موضوع بيأثر بشكل مباشر على حياة الناس أو حياة الشركاء. بالظبط. وبرضو الناس اللي عندها مشكلة رهيبة مع مديرها في الشغل ومش عارفة تتعامل وعايزة تسيب الشغل، الناس دي يبقى المفروض نتصرف معاهم ازاي؟ يعني في ناس كتير قوي بتقعد في البيت وما تروحش، وتبقى رافضة تروح الشغل او رافضة تروح المدرسة او الجامعة، او لان عندها مشكلة مع شخص ما في المكان العمل ده. مظبوط. بيبقى دور اللايف كوتش معاهم يعملها ازاي؟ اصل مش هنقدر نرفد المدير. هو بالظبط، هو احنا الفكره في الكوتشنج ان انت لما بتفهم نفسك اكتر وبتفهم الناس اللي قدامك، يعني بتفهم ان في اختلاف طبيعي في الشخصيات، مش ضروره اللي يضايقك يكون غلط عند التاني، او اللي انت بتحبه يكون هو اللي صح، او اللي مريح بالنسبه لك هو اللي صح والغلط. انت بتفهم الاختلاف، بتفهم التقبل، بتفهم ان انت كمان محتاج تتحرك والطرف التاني بيتحرك، فعشان كده الريليشن شيب كوتشنج بتفيد جدا في الموضوع ده، لان انا بيبقى عندي تقبل اكتر، لان في وعي اكتر. طب دلوقتي مع في ظل الكورونا والناس ما بتنزلش، الاونلاين كوتشنج بدأ يظهر، ولا هو ظهر اصلا من الاول؟ يعني هو ظهر بعد الكورونا ولا من قبل الكورونا؟ لا الاونلاين كوتشنج موجود من قبل الكورونا، لان هو اوريدي البنفيت، الفوائد اللي في الاونلاين كوتشنج ان انا اقدر اعمل سيشنز او احصل على مساعده لو الكوتش في مكان فيزيكالي بعيد عني، فاحنا عندنا عملاء مثلا من بلاد من تانية، بلاد مختلفة، من محافظات تانية، من دول تانية. والكوتشنج بيبقى ناجح حتى في الكوتشنج الاونلاين. بيبقى ناجح بنسبة كبيرة جدا جدا زي اللايف، بنسبة كبيرة، يعني اللايف ال 101 سيشن افضل حاجة تمام على الاطلاق، لكن ممكن اونلاين بيقضي طالما بقدر اشوف البادي لانجوج بتاعت تمام الكلاينت، وممكن بالتليفون بيبقى اقل تأثيرا، بس برضو بتشتغل، يعني بتقول بتبقى برضو بتدي نتائج افكت. يعني. طيب لو حد ما عندوش مشكلة، يعني أنا الحمد لله علاقتي كويسة بمديري وعلاقتي بزوجي في البيت أو بأسرتي ما فيهاش مشكلة،
ليه اروح للايف كوتش في الوقت بقى ده؟ لو انت ما عندكيش مشاكل في العلاقات، ما عندكيش مشاكل في تحديد الاهداف، يعني عارفه انت بالظبط بتعملي ايه وبتحبي ايه وماشيه فيه، فانت كده بشكل عام انسان يعني نقدر نقول سويه جدا هو ما فيش اجتماعيا، اصلا تالي حد يعني ده عنده قليل، كل ده ده يعني. قليل اه اكيد اكيد. في كونسرن بشكل او باخر، اه لكن ممكن تتاكد، يعني ممكن تروح لللايف كوتش عشان تتاكد انت فعلا ماشي صح، فعلا انت حاسس ان انت مبسوط بجد ولا مش متاكد او مش واخد بالك. لكن لو كل حاجه تمام مش محتاج، لا مش محتاج. انا اقول ان هو مش ضروري تكون تعبان عشان تروح لكوتش. اه لكن في مثلا اكزيكتيف كوتشنج، نوع من انواع الكوتشنج، او السيلز والماركتنج كوتشنج والحاجات الخاصه بالبيزنس كارير بقى. والكارير كوتشنج، دي كلها بتبقى زي كوتشنج سيشنز دوريه حتى لو ما فيش مشكله. هو انا حاسه ان بتالي احنا دلوقتي كلنا محتاجين لايف كوتش، يعني ما حدش مش محتاج كوتشنج، لانه كل واحد في حاجات بتبقى محيراه في حياته ومش عارف ياخد فيها قرار، فبيبقى الاحسن ان هو يلجأ للايف كوتش عشان يظبط دماغه. مش عارفه. زي ما قلت لحضرتك، دماغين احسن من دماغ، بالظبط تو صح مايندز بيفكروا في حاجه واحده احسن ما افكر لوحدي. تمام. طيب السيشن بتبقى عباره عن ايه؟ لو 1 تو 1 او لو جروب ثيرابي؟ السيشن بصفة عامة بتكون أسئلة، يعني الكوتش ما بيقولش أبدا أنا رأيي كذا واعملي كذا وما تعمليش كذا، الكوتش بيسأل أسئلة. الأسئلة بتخلي المخ يشتغل أفضل بكتير من الجملة العادية. تمام. أما أقول لك جملة عادية، أنت مش بتفكري، أنت خلاص خدتي معلومة، دوت اللي هو التريننج، إن أنا بنقل نوليدج عندي بقول لك كذا وكذا. الكوتشنج هو الميزة فيه إن الكلاينت هو اللي بيقول، يعني بسأله هو اللي بيقول، هو اللي بيطلع الحلول، هو اللي بيفكر، فبتبقى السيشن كلها عبارة عن أسئلة. بتبقى أسئلة. نفس الكلام في الجروب ثيرابي، برضو الكوتش ما بيقولش رأيه، بس هو بيعرف يسأل أسئلة بالتكنيكس اللي هو متدرب عليها، الناس تبتدي ترد وتتفاعل مع بعض. تمام. طيب هل مثلا في كيس كانت صعبة قوي مع، يعني مثلا حد جه وحكى المشكلة بتاعته وكان وقفنا كده مش عارفين، طب مش عارف تنصحه بإيه حتى؟ يعني زي ما قلت أصل لحضرتك، أكيد هو انا في مشاكل مأساوية، أو ده مش جدا يعني جدا اللي هو، أو مشكلة كده اللي هو هنا البحر من أمامكم والعدو من خلفكم، يعني دي مظبوط، هو يعني كتير في مشاكل مأساوية زي ما حضرتك وصفتيها بشكل كبير جدا، بشكل صادم، يعني ملوش حل. بس هو الكوتش اول حاجة بيكون متمرن او متدرب ان هو يدي اتاتش، يعني انا ما اقدرش ارتبط عاطفيا بمشكلة علشان احاول اساعد، وانا فاهم ان انا مش دوري ان انا احل او انصح، برضو انا دوري ان انا اخليك تقدر تفهم المشكله اكتر وتقدر تلاقي حلول. والمنطلق بتاع يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، طالما انت عندك مشكله يعني موجوده ده وسعها، انت تقدر تحل دي المشكله مهما كانت شكلها كده، بس نقعد نحلل الموضوع ونفصفصه ونصغره ونقسمه، يعني بنقعد نعمل تقسيمات كده لتحت لحد ما نوصل لبدايات بدايات ونتحرك بيبي ستيبس. حتى حضرتك بقالك كام سنة لايف كوتش؟ بقالي 4 سنين. 4 سنين. في خلال ال4 سنين ايه اكتر عمر بيجي لحضرتك كلايف كوتش يعني؟ اكتر حاجة للسيدات في عمر كنت لسه هقول لك ستات ولا 39 بتكلم؟ ل 41. من 39 ل 41. وبتبقى ايه اكتر، اكيد في مشكلة كومن ما دام السن كومن وهم ستات، يعني ده ايه الاكتر. اكتر ايه اكتر المشاكل اللي مؤخرا بقت ظاهرة في المجتمع بتاعنا؟ اكتر مشاكل في الفتره دي اعتقد ان احنا يعني مشارف الاربعينات حتى عند الرجاله، اللي هو انا عملت ايه في حياتي، أزمة اللي هو منتصف العمر. ازمه منتصف العمر، انا وصلت لايه، انا الكارير بتاعي ايه، او عملت ايه، اولادي بداوا يكبروا وانا نجحت، هل انا فعلا سعيد، هل انا يعني هكمل الباقي من عمري بنفس الوضع. فبيبقى الوقفه دي بتبقى عامله ازمه كبيره، اللي هو انا عندي مشكله من وانا عندي 20 سنه او 30 سنه بس مستحملاها او مش واخده بالي منها، او بدوس على نفسي شويه علشان تمشي الحياه لاي سبب، باجي عند سن الوعي فيه بيزيد شويه والنضج بيزيد شويه، اللي هو لا انا مش عايزه افضل تعبان واكمل هو كده. أزمة منتصف العمر الوعي والنضج بيزيد ولا بيحصل حاجة تانية؟ في ناس بتحصل معاها تمرد. في نوعين. كنت بقول لحضرتك يعني يعني في فكر ان انا الوعي نفسه بيخليني افهم ان انا عندي مشكلة، ده اللي انا قصدي عليه، لكن ازمه منتصف العمر بالمفهوم الشائع اللي هو يعني انا بتصرف بشكل مش سوي قوي مناسب لسني. بالظبط. يعني ممكن السيدات امثالي في ممكن يعني مش هنقول في اوائل الاربعينات، ممكن في اواخر الاربعينات
ولما بيجي لهم ازمه منتصف العمر بيبدا يبقوا لا عايزين بقى يعيشوا الشباب وسن العشرينات او كده، انا ده والرجال برضو تماما بالظبط يعني بيبقى فيه مشاكل اخرى او يعني. في من قبل كده بشويه في السن يعني لكن لا اللي انا قصدي عليه الكومن بروبلم اللي هو انا وعي زاد فمش حابب حياتي بالشكل ده. انا ليه كنت مستحمل كل ده؟ ليه انا ضاغط على نفسي سواء راجل او ست طول الوقت ده ومش عايز اكمل حياتي بنفس ده الضغط؟ انا محتاج احسن حياتي. طب ننصح الناس بإيه كلايف كوتش في ظل الأجواء المرعبة اللي احنا فيها، سواء كورونا، ضغوط عصبية، ستريس من الحياة والشغل والدنيا دي، حضرتك كلايف كوتش تنصح الناس بإيه؟ الضغوط بصفة عامة بتعمل نزيف للطاقة مننا كلنا، فمهم ان انا يكون عندي تشارجنج للطاقة دي، اشحن الطاقة دي بشكل مستمر. الحاجات اللي انا بحبها ادور عليها واخليها في يومي كل يوم، الحاجات اللي انا بحبها الكبيرة او الصغيرة اللي اقدر اعملها دلوقتي واللي محتاجة بلان كلها احطها جزء في يومي. body and mind affect each other، الجسم والعقل. يعني لو انا برضو محافظ على صحتي حطيت physical activity في يومي، بمشي بتحرك بلعب رياضة، بيفرق جامد جدا جدا مع نفسيتي وحياتي. ففي ظل الضغوط دي لازم احط مساحة لنفسي بتاعتي انا بشكل واضح، النص ساعة دي الساعة دي بتاعتي انا هبسط نفسي فيها. مي تايم. بالظبط كده. أستاذ عصام احنا اتبسطنا جدا مع حضرتك، وكان ميرسي. وقت لطيف جدا وخدنا معلومات مفيدة جدا لينا، وكان نفسنا الوقت يبقى أطول بس للأسف وقت فقرتنا خلص. ميرسي جدا، شكرا لحضرتك. هنطلع فاصل ونكمل معاك، استنونا.